دي ورد او بهدي لجمهور العزيز حبيبي عامل ايه ورده تستحق. ولكن في حكم محكمة يا صديقي الجمهور العزيز الكريم كاتب فيه الأديان السماوية، حكم بيحمي الأديان السماوية وكاتب لي الأديان السماوية، ها ايه رأيكم يا جمهور؟ اي طبعا انا بأكد ومن برة المليون جمهور العزيز خط احمر، وليه كل التحقيق والاحترام، تعظيم سلام، تعظيم سلام لجمهوري العظيم. ولكن بص بص المثال اس المثال نسته ده حد كاتب على الفيسبوك، والله كلام نقراه، تجعل الدين حاكما للفن ويفتح المجال امام الدعوات الساذجه للسينما النظيفه والرسم النظيف والنحت ولا تلوم والعيال، هو يتماشى مع اتجاهات الدولة السلفية أشرف زكي. بصوا ده يا جمهوري العزيز صغير تفى تحت رجليكم يا جمهوري العزيز، ده قدم ابن الكلب لما جه عايز ينتقد. أنا من ساعتها ما اشتغلتش، أنا خريج أدب قسم مسرح، عذبني 8 سنين على بال ما خدت، انا خريج 99 خدت كارنيه 2007، عذبني 8 سنين على بال ما خدت الكارنيه 2007 يا جمهوري العزيز ركز معايا. فانا في 2007 اخدت الكارنيه النقابه، هذا ابن الكلب لما اتدفع عليه في 2011 والله ما انا اللي اتدفيت عليه. استاذ احمد ابو رحيم ركز معايا بقى وصحصح معايا، وهبعت لك على الواتس وصحصح معاك. ابن الكلب ده اللي دفيته عليه في 2011 انا ما دفيتش عليه، لكن ده يتشخ عليه، يتشخ عليه. هذا ابن الكلب لما رجع جاي ينتقد وما هي الاختار وبتاع وكلام من ده، ابن الكلب لما رجع جاي ينتقد، فقدم شكوى فيا وعمل حكم الأقطار السماوية اللي كانت يعني الأديان السماوية بتجيب لي الأقطار السماوية. بس يعني أتمنى إن تكون فهمت. جمهوري العزيز أنت فوق دماغي، أنت فوق دماغي وأنت تفهم وتستطيع أن تميز بين الغس